لا لسياسة التسويف، لا لسياسة المماطلة. نحن نطالب الإنصاف في هذه البلاد، إنصافا تشريعيا، إنصافا وعدلا في التعاطي مع قضايا العدول، ولا سيما القضية الأولى هي قضية ملف تعديل القانون. طبعا هذه الاحتجاجات وهذه الإضرابات وهذه الوقفات لم تأتي يعني طرفا، إنما لها دواعي وأسباب. هذه الأسباب يأتي على رأسها مجموعة من التراجعات لوزارة العدل على مضامين المحاضر الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول ووزارة العدل بخصوص معالجة ملف تعديل القانون 1603 المنظم لمهنة التوثيق العدلي ببلادنا. طبعا لما تم الاتفاق بين الهيئة والوزارة تمت كذلك إحالة المشروع على مجموعة من القطاعات الحكومية، وتفاجأنا بتسريب مشروع يحمل رقم 2216 يتضمن مجموعة من المقتضيات على خلاف ما تم الاتفاق بشأنه بين الوزارة والهيئة الوطنية للعدول. وفي هذا الإطار كهيئة وطنية للعدول بادرنا إلى فتح حوار مع الوزارة، وقمنا بمراسلات رسمية كتابية لوزارة العدل، وبلغناها بموقفنا الرسمي الرافض لهذه التراجعات، لكن الوزارة لم تستجب، لم تفتح حوارا جديا ومسؤولا ومعقولا للرجوع إلى تلك المقتضيات المضمنة في المحاضر. وبالتالي ردنا، رد الهيئة الوطنية للعدول بمختلف أجهزتها، كان ردا قويا كما تلاحظون وتشاهدون، ردا ميدانيا بتدشين محطات نضالية بدأناها بالإضراب، يعني التوقف عن العمل، ثم وقفة احتجاجية سابقة، ثم إضراب عن العمل، ثم وقفة احتجاجية اليوم، وسنصل إلى الاعتصام أمام أبواب الوزارة قريبا إن لم تستجب، أقول قريبا إن لم تستجب الوزارة وتجلس مع الهيئة الوطنية للعدول من أجل حل هذا المشكل، وهو بالدرجة الأولى مشكل يمس مصالح المواطنين المغاربة. اليوم السيدات والسادة العدول في هذه المحطة النضالية اللي هي الوقفة الثانية في غضون أقل من شهر للاحتجاج على وزارة العدل في تراجعها عما تم الاتفاق عليه معها في الحوار الذي توج بمحاضر حينما خرج مشروع القانون 1622، خرج بمقتضيات صادمة للسيدات والسادة العدول، وجعلت هذا القانون أقرب إلى قانون عقوبات، إلى قانون جنائي، منه إلى قانون مهني ينظم آلية الاشتغال. هناك غضب واحتقان لدى كل السيدات والسادة العدول، لأنه الشعار الكبير للسيدات والسادة العدول يتعلق بتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة في قانون التوثيق العدلي، وأيضا الارتقاء بخطة العدالة بما يساهم في تحديثها طبقا للتوصية 169 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والمادة 52 المتعلقة بآلية الإيداع باعتباره حقا لكل المهنيين المزاولين في المهن المساعدة للقضاء، لأن هذه الآلية هي تحفظ حقوق المرتفقين المواطنين المغاربة، ونحن يهمنا بدرجة أولى تحقيق هذا الأمن التعاقدي. جينا اليوم من جميع ربوع المملكة، من جميع استئنافيات المملكة، المساحة الممونية للمرة الثانية باش نعبروا ونجددوا الرفض ديالنا، وباش نوصلوا واحد الرسالة لوزارة العدل، الوصالة الوصية على قطاع التوثيق العدلي. كنقولوا لها الوزارة بأن نحن رافضين رفض تام أن مشروع مسودة مشروع القانون 1622 اللي جات مجموعة تراجعات فيما يتعلق بمضامين المحاضر الموقعة بين ممثلي الوزارة وممثلي الهيئة الوطنية للعدول. من بين هذه التراجعات اللي احنا كنعتبروها حقوق مكتسبة، وهو إعطاء آلية من الآليات المهمة والضرورية للسادة العدول في العمل اليومي ديالهم، وهو صندوق الإيداع والتدبير. هذا الصندوق هذا هو مؤسسة عمومية، آلية من الآليات اللي كيحتاجوها السادة العدول بالإضافة إلى المهن التوثيقية الأخرى اللي عندهم الإمكانية العمل، وهذا فيه واحد
هذا الرفض هذا ديالنا اللي جينا جميعا كنبينوه. احنا صوت السادة العدول هو صوت من ساحة الميمونية للتعبير عن هذه الرسالة الاحتجاجية اللي عن التملط وتلكؤ الوزارة الوصية في أخذ بعين الاعتبار المحاضر الرسمية في إطار المقاربة التشاركية اللي شدتها الوزارة الوصية، ولكن احنا كان حوار غير مسؤول وغير جاد اللي خلى تراجعات خطيرة في القطاعات الحكومية بعد الإحالة ديال القانون من الوزارة الوصية إلى أمير العام للحكومة، وهذا يدل بشكل كبير أن الوزارة الوصية لم تسلك مسلك الفرص المتكافئة، مسلك العدالة التشريعية. نحن لا نطلب سوى العدالة التشريعية والعدالة الاجتماعية في ظل قانون يحمي مصلحة السيدات والسادة العدول، في ظل حقوق وامتيازات يتميز بها باقي المهنيين على غير باقي المهنيين. إذن المسألة جينا اليوم باش نشدو بصوت واحد وبكلمة واحدة في إطار الهيئة الوطنية، في إطار كذلك الجسم العدلي، لإيجاد صوتنا يكون مسموع لدى المنابر الإعلامية ولتنوير الرأي العام أن السادة العدول مع مصلحة المواطن، مع مصلحة الوطن، تبقى التعليمات السامية الملكية في إطار الجدية وفي إطار الحكامة الجيدة.